أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. قامت شركة البناء المستدام البلجيكية كامب ببناء أكبر منزل مؤلف من طابقين بمساحة 998 مترا مربعا من قطعة واحدة فقط بواسطة الطباعة الثلاثية الأبعاد، إذ تفخر كامب بأن لديها أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في أوروبا. وعلى الرغم من أن المنزل هو عرض تجريبي في الوقت الحالي أكثر من كونه منزلاً حقيقياً يمكن العيش فيه، فهو مجهز بمرافق مستدامة مثل الألواح الشمسية والتدفئة تحت الأرض، ويتميز المنزل بقوة ضغط المواد أكبر بثلاث مرات من قوة البناء التقليدية، ويوفر ما يقدر بنحو 60% من المواد والوقت والميزانية. يخضع فريق القبض على الأضاحي الهاربة من أصحابها في ولاية أرزنجان التركية لتدريبات من قبيل الجري والرماية لاكتساب القوة واللياقة. ويتألف الفريق من 10 أشخاص تدربهم بلدية أرزنجان، مجهزون ببنادق تخدير ودراجة رباعية لتسهيل عملية القبض على الأضاحي الهاربة في أقصر وقت. وخلال التدريب يتعلم الفريق كيفية التعامل مع الأضحية والقبض عليها، وهذه العملية تستوجب من الفريق التحلي بالقوة واللياقة والخفة. وجد علماء تشيكيون ولأول مرة في دراسة أجروها على الحيوانات أدلة على أن الكلاب يمكن أن تتحسس وتتنقل باستخدام المجال المغناطيسي الضعيف للأرض، وحتى في الأماكن غير المألوفة تماماً، وتمتلك طريقة خارقة مختصرة للتتبع. وعلى ما يبدو فإن هذه الحاسة الخفية المعروفة باسم استقبال المغناطيسية موجودة بالفعل في الكلاب تماماً كما هو الحال في العديد من الحيوانات الأخرى بما في ذلك الطيور والضفادع. تمكن فريق من الباحثين الأتراك من العثور على مستحثات حيوانية يعود تاريخها ل7.5 ملايين عام في ولاية قيصر. وقد جرى العثور على المستحثات التي تعود لحيوان بري من أسلاف الفيلة في قعر سد يامولا بالولاية. وقال عضو مجموعة أوبروك لأبحاث الكهوف علي أدهم كاسكين إنه لأول مرة يتم العثور على مستحثات حيوان بري في الماء. أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق ناجح لأول قمر صناعي كوري جنوبي للاتصالات إلى الفضاء باستخدام الصاروخ الناقل الثقيل فالكون 9. هذا وتم تنفيذ الإطلاق من قاعدة كاب كانافيرال للقوات الجوية الأمريكية في فلوريدا. ومن المقرر أن يسهم هذا القمر الصناعي في سرعة معالجة المعلومات ووظيفة الاستجابة للتداخل الراديوي ونطاق تغطية شبكات الاتصالات. شهدت ولاية قسطمون شمالية تركيا إجراء عملية جراحية ناجحة لفصل توأم رباعي من القطط ولدت ملتصقة. وقام موظفو بلدية تشاتل زيتين بالولاية
بنقل 4 قطط توائم عثروا عليها إلى عيادة بيطرية لفصلها بعد أن وجدوها ملتصقة من البطن والذيل. اتخذت عائلة الفلسطيني محمد الخطيب في بلدة بلعين غربية رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة من الطبيعة مأوى للخروج من الحجر الصحي المفروض مع تفشي فيروس كورونا في فلسطين المحتلة. واختار الخطيب وأشقاؤه جانبا من تل مطل على سفوح جبلية غربية رام الله لإنشاء متنفس لعائلاتهم. وعلى مدار عدة شهور عملت العائلة على حفر كهف صخري وشيدوا بركة سباحة جزء منها داخل الكهف. يسلط متحف جولبان أتا في الهواء الطلق بمنطقة بحيرة إسكول شمالية قرغيزيا الضوء على تاريخ ضارب في القدم من خلال أكثر من 1000 لوحة صخرية تحتوي نقوشاً ترجع لنحو 4000 عام. ويقع المتحف على مساحة 42 هكتاراً عند مدخل مدينة جولبان أتا على بعد 260 كيلومتراً من العاصمة بيشكيك. وتعبر اللوحات الصخرية عن أنماط حياة مشتركة للشعوب التي سكنت منطقة وسط آسيا قبل 4000 عام. وتتميز تلك اللوحات بواقعيتها وحسها الفني العالي. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. تلفت الحقول في ولاية قونيا التركية الانتباه خلال مشاهدتها من السماء. تمتد الحقول الدائرية على مساحة 311 ألف هكتار بواقع 84 حقلاً. تبلغ مساحة كل واحد منها 365 هكتاراً، وتعادل مساحة 50 مكعب كرة قدم. وتتم سقاية هذه الحقول باستخدام معدات تكنولوجية حديثة على طريقة الري المحوري. مدير تشغيل الحقول الدائرية علي أودباشي قال إن العمال يحصدون في الوقت الحالي مختلف الحبوب في هذه الحقول الضخمة التي تعد ثاني أكبر حقول زراعية في البلاد. وأوضح أودباشي أنه تم تخصيص 84 قطعة أرض للزراعة في عام 2012 يزرع فيها مختلف بذور المحاصيل من دوار الشمس والذرة والبرسيم والبطاطس. ولفت إلى التقاط صور جميلة للحقول الدائرة من الأقمار الصناعية نظراً لاتساع مساحتها، فقد جمعت هذه الحقول بين الإنتاجية والجمال لاسيما عند النظر إليها من المرتفعات الشاهقة.
Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا نتكلم عن أمراض القلب والأوعية الدموية. تكلمنا فيما سبق عن عوامل الخطورة، فصلنا في بعض عوامل الخطورة. سنتكلم اليوم عن أهم أعراض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ما هي الأعراض التي إذا ظهرت على المريض أو التي شكى منها المريض يجب أن يراجع مباشرة طبيبه القلبي أو أقرب إسعاف موجود قرب بيته؟ طبعا ليس كل ألم صدري هو ألم قلبي. الألم القلبي بكل بساطة هو ألم ضاغط ليس له نقطة محددة في الجسم، قد يكون في منتصف الصدر وقد يكون بجهة اليسار. هذا الألم الضاغط قد ينتشر إلى الكتف، قد ينتشر إلى العنق، قد ينتشر إلى الفك العلوي والسفلي. هذا الألم يزيد بالجهد ويقل بالراحة. الألم الذي يأتي على الراحة ويخف بالجهد هو ألم ليس قلبي مبدئيا. الألم الذي يشير له المريض بإصبعه النخز أو الألم الموضع هو عادة ليس ألم قلبي. الألم القلبي قد يختلف أيضا حسب مرحلة الإصابة بمرض القلب، فقد يكون ألم ضاغط، قد يكون ألم طاعن، قد يكون ألم حارق، قد يكون ألم عاصر. هذه كلها صفات قد يأتي فيها المريض. طبعا هناك فئة من المرضى للأسف قد يصابون بأمراض قلب ولا يعطي لهم أعراض، خاصة مرضى السكر، لأن مرضى السكري كما نعلم عندهم اعتلال في الأعصاب، وبالتالي الإحساس عندهم بيكون العتبة عالية، وبالتالي الإحساس في الألم يكون في حده الأدنى، فقد يصاب المريض باحتشاء عضلة قلبية وحتى ذبحة صدرية، وللأسف لا يشعر إلا بألم خفيف أو بعض توعكل عام. الأعراض التي يشكو أي مريض منها خاصة الشباب، خاصة الأمراض اللي عنده عوامل خطورة، لأنه المريض اللي عنده عوامل خطورة غير المريض ما عنده. المريض المصاب بارتفاع التوتر الشرياني وعنده داء سكري ومدخن وعنده قصة في العائلة، هذا ليس أعراضه يجب أن تؤخذ في محمل جد أكثر من الأعراض التي يشكو منها مريض ليس له عنده عوامل خطورة عمره 20 سنة مثلا ويلعب رياضة وليس ولا يدخن. بشكل عام أي عرض يجعلنا نشك في أمراض القلب يجب أن لا يهمل، يجب ولو حتى كان الشك أو الظن 1%، يجب أن لا نفوت على المريض فرصة تشخيص مبكر، يجب أن لا نفوت على المريض فرصة علاج مبكر، ويجب أن لا نفوت على المريض دخول عاجل على الإسعاف في مرحلة قادمة. فالمريض الذي يأتينا على قدميه في المرحلة الباردة في مرحلة التشخيص قبل المرحلة العاجلة أفضل من المريض الذي يأتينا في سيارة الإسعاف ذبحة صدرية مفاجئة أو ما هنالك. إذا نرجع ونؤكد على العرض الرئيسي للقلب، العرض الرئيسي للقلب هو الألم الصدري الضاغط أو العاصر أو الحارق المنتشر في منتصف الصدر وعلى الجانبين وعلى الأكثر جانب الصدري والمنتشر نحو الذراع أو نحو الفك، الذي يزيد بالجهد ويقل بالراحة. طبعا يترافق مع بعض أعراض الأخرى خاصة في مراحل متقدمة كالغثيان، كالإقياء، كالتعرق خاصة تعرق البارد، كالدوار والدوخة. هي أعراض مهمة جدا، هي أعراض نشوفها في مراحل قادمة خاصة في مراحل الذبحة القلبية والاحتشاء القلبي. أما في مرحلة نقص التروية أو تضيقات الشرايين المستقرة، الأعراض اللي تكلمنا عنها هي الأعراض المهمة. طبعا هناك أعراض مهم جدا، قد تكون هناك إصابات أخرى في القلب، في الصمامات أو ارتفاع أو ضخامة القلب. المريض يأتينا فقط في ضيق نفس خاصة على الجهد، قد لا يأتي في ألم، قد يأتي في زلة جهدية هي أو اضطجاعية، وهو إذا نام على ظهره من دون وسادة قد يأتي يشكو من ذلة تنفسية ويحس نفسه يختنق. هي كمان أعراض قلبية تعتبر يجب عاجلة، يجب مراجعة أقرب طبيب قلبية في هذا الشأن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.